بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإعلان الثاني، وكما تحدثنا في الفيديو الأول، لإنشاء أكبر شركة عالمية في مجالها في المنطقة، الشرق الأوسط والدول العربية والدول الإسلامية، يعني طبعا خارج عن نطاق الشركة الدول الغربية مثل أمريكا ودول أوروبا. باقي الدول تكون طبعا مستهدفة، لأنه أمريكا وأوروبا يعني نموذج الشركة يعني لا يصلح لهم بسبب يعني تكوين المجتمع. طبعا الشركة نسيج، هي مفهوم جديد لاقتصاد البيئي ونمو الاقتصاد، نمو الاقتصاد البيئي. طبعا بيئة المنطقة إما دول عربية أو إسلامية مختلفة جدا عن البيئة الأمريكية والأوروبية. طبعا المنطقة العربية مثلا زي مصر فيها المسيحيين، فما هو الهدف الدين، هو الهدف المنطقة والثقافة، يعني الثقافة الشرقية والثقافة الإسلامية والثقافة العربية. طبعا يعني بس هو هذا السبب. ممكن إنه الشركات الثانية أو المناطق الثانية بعد نجاح هذا الموديل ممكن إنه يقتبس منه، ما في مشكلة، أو يتم تجهيز موديل للمناطق الغربية، لكن في خلال ال5 سنين الاهتمام بهذه المنطقة. طبعا مستهدف كل سنة 20,000 ينتظم في برنامج التسجيل، في هذا الإعلان نوضح خطوات الالتحاق. طبعا عندنا مستويات اللي هي تحصلوها في الشرائح اللي فيها XI، وفي شرائح الجدول برضو فيها XI. فالقاعدة اللي هو هذا كأنه مثلا الشركة وخدماتها، والهدف اللي هو 3S 3H اللي هو هابيتات أو الخدمة أو الهدف من تأسيس الشركة، يعني الهدف تقديم خدمة فيما بعد الكورونا. طبعا الكورونا مست العالم كله، خدمة التعليم وخدمة الصحة أو الدكتور في البيت. طب خدمة الدكتور في البيت سميناها زارني بالبيت طبيب. إذا توقعاتنا يعني كان حقيقة، يعني قبل الكورونا كنا شغالين على هذا الموضوع، لكن سبحان الله جاء الكورونا زي اللي إيش يعني اختصر كثير الخدمة. الآن يعني تم ممارستها سواء في التعليم وإلا في الزيارات، زيارات الأطباء، تمام، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني حقيقة الأمر لنا أكثر من سنة، وهذا اللي أخر إعلان الشركة، ونحن بنشوف كيف فين نبدأ وكيف نبدأ لتوفير. وهذا معروف عند كثير من اللي تكلمنا معاهم في مصر وفي السعودية، وقبل كده عندي فيديوهات كثيرة قبل الكورونا لبدء الخدمة، يعني موجود أكثر من 80 فيديو في قناة MCH Smart. إحنا ما بنألف، ولا إحنا يعني نحن مش جينا الشركة دي، يعني بندرس وضعها من 2013 في تقنيات لها علاقة بالهايجين والهابيتات والهوسبيتاليتي، وفي فيديو موجود في اليوتيوب تاريخه من 2014 اللي هو 3S 3H ليفا تكنولوجي ليس انرجي اول فريش.
فنحن ما حد يعني يقدر يقول نحن جينا جدد، فنحن موجودين. لكن سبحان الله الآن أعلننا وحيكون تقريبا تكفيل المرحلة الأولى من المساهمة قبل التأسيس أو في فترة التأسيس، تنتهي بأكتوبر، واحتمال أن نقفل كمان في شهر 9، في يعني نهاية 8 نقفل إمكانية التسجيل. تسجيل مراحل، يعني كل اللي بيسجله حتى اللي يطمح أن يكون في المستوى XI 5 أو 7، اللي هو نحن مش يعني ما نادينا نحن أنه XI 7 وXI 2 5، ما يعني ما عندنا مشكلة، يعني في عندنا ناس معينين من دكاترة بروفيسور جراحين في الجامعات، بروفيسور في الأبحاث، ففي ناس موجودين معنا نقدر نخاطبهم زي يعني ضيف شرف أو كذا، يعني نتشرف بيه ويتشرف بينا، وطبعا يعتبر مساهم بحيث أنه يعمل ساعتين في اليوم. وكثير من اللي نستهدفهم لأنه هذا مجال بحث، لأنه موضوع جديد، موضوع الآي مهم في كل شيء، يعني بنشوف الآي لها تفسيرات كثيرة جدا، منها الـ investment، منها الـ intellectual property. فالموضوع هذا في تغيير، يعني حتى لتثبيت الاكتشافات والاختراعات، يعني ما فيش زي حيكون زي تسجيل الاختراعات والاكتشافات، حتكون ضمنية، ما نرجع إلى ال WIPO، ما حيتسجل ولا اختراع في ال WIPO، حننشرها يعني في الفيديو وكذا، ومتاحة للجميع، يعني open source، open source. حيكون في اختراعات حتى في الكمبيوتينج، أنظمة النيوميريك وأنظمة الداتا ستورينج و و و وحتى برامج التواصل الاجتماعي الواتساب حيصير استخدامه معين مخصص ل الشركة الجديدة، أكبر شركة قد تكون في العالم في مجالها، وشركة عائلية، وانضمام مجموعة جروب، نسيج جروب، يعني جروث وجروب، انضمام تحت شركات عائلية، يعني 20,000، يعني ممكن كل 10 فيطلع 2000 شركة، يعني ممكن شركات صغيرة من 10، يعني إلى حد هذا الحد. ليه؟ لأن الشركات تعمل في الدول ثم المدن ثم الأحياء، يعني الديموغرافي، توزيع الديموغرافي للشركات هو مهم، لأنه عوائل، نحن بنربط العوائل مش بالنسب، يعني مثلا عائلة الأنصاري في جدة وفي مصر وفي كذا وهنا، لا، بنربط بالموقع، لأن الخدمة إنه نخدم في الموقع بعد ما تعلمنا من كورونا، يعني بعدين كل الكلستر، يعني 10 أحياء في المدينة يكونوا مجموعة مدينة جدة، 10 أحياء في مكة يكونوا مجموعة مكة، 10 أحياء أو أكثر أو أقل، يعني 10 في 10 عندك 100، يعني 100 شركة ممكن، 10 أحياء لو كل حي شركة، قصدي 10 شركات، ممكن الحي كبير يكون شركتين ثلاثة. نائب هي مجالات العمل، يعني كما موجود في فيديوهات للدكتور ناصر أنصاري الوالد الله يعطيه الصحة والعافية، بيشرح النظرية. النظرية بسيطة جدا، الوطن والوطنية، بحيث أن الوطن في الريسورسز، يعني احنا نسميها كجدول أو بزنس، الريسورسز يعني المصادر، فالمصادر هي الهواء والماء، كما في النظرية الهواء والماء والغذاء والكساء.
هذه مصادر الوطن، يعني حتكون للمجتمع متوفرة بالتساوي في أنصبة متساوية، يعني ما يؤخذ عليها ضرائب، ما يؤخذ عليها ضريبة مضافة. لو كانت عندنا الضريبة المضافة، طبعا احنا الضريبة المضافة هي القيمة المضافة، ضريبة القيمة المضافة، نحن عندنا فائدة القيمة المضافة، يعني بنعطي فائدة، بنرفع الساعة عن الساعة الموجودة في السوق، يعني ربع دوام الواحد ده ب 4000 دولار، يعني كأنه بياخد 16000 دولار، نص دوام ب 1000 دولار كأنه بياخد 2000 دولار، لأنه نص دوام. فنحن بنرفع الدخل لدعم هذا، دعم جميع المشاركين معانا. ممكن يكون طبعا نفضل انه يكون عندهم اعمال، مثلا النساء عندها عمل فتستمر في عملها هناك ربع نص دوام، لو كانت مدرسة فهنا تخفف على المدرسة، يعطوها ممكن نص راتب، كانت تاخذ 4 يدوها 2000، عندنا نحن تاخذ 4، صار راتبها أعلى ولا لا؟ 6000، تشتغل 4 ساعات في البيت و4 ساعات في العمل. طبعا نحن ما نشجع انه حد يسحب من عمله، يعني نحن نظامنا وعملنا مو فول تايم، يعني حتى ممكن صاحب المحل يشتغل عندنا نص دوام من غير محله، يشرف على محلات مماثلة أو من محله، الصيدلية الكذا، يعني في هناك حاجيات كثيرة جدا. الصيدلي ممكن إنه يشرف على الذهاب للبيت لأخذ المقاسات أو الضغط وكذا وكذا، ماشي الحال. فهي فرص عمل ضخمة، يعني عندنا مجال الزراعة والصناعة، هي مجالات العمل، يعني الوطن الريسورسز مجالات عمل. الماء مجانا، يعني في كثير بيشتغلوا فيه في السبيل، طبعا ما في شيء اسمه مجانا، في 20% لما تيجي توزع ماء مجانا في مصاريف، المصاريف هذه في أحد بيدفعها. فهنا فكرة طبعا عندنا العمل الميداني، نحن ندفع نص الراتب، يعني حق 4 ساعات، ففي ترتيب مع السوق. طبعا نرجع نقول إنه أجواء كورونا الآن، والوضع في كورونا ساعد للمجتمع، وهذا يتوقع ويعرف فكرة الشركة وحاجة السوق للشركة هذه لتقديم الخدمة من المنزل، لأنه حتى الطلبة في المدارس ممكن إنه يجلسوا في البيت 4 ساعات أو 3 ساعات ويروحوا 3 ساعات، أو يروحوا 3 ساعات ويجلسوا في البيت ياخذوا ساعتين، يعني بس 3 ساعات للمدرسة، أو مثلا 3 ساعات مو لازم يوميا، ممكن يروحوا آخر الأسبوع، ماشي، ممكن آخر الشهر يجتمعوا في المدرسة للاختبارات ولكذا. فالمسألة ممكن يكون الدوام في المدرسة زي الآن، اللي يحب يجلس من البيت أو من المدرسة. فنحن طبعا الدورات عندنا سمارت، اللي هي في مجال الساينس والمات والارت، اللي هو التعليم العالمي. طبعا نحن بنعلم بس سنة واحدة، اللي هي يا اما توجيهي، يعني يا جريد مثلا ابتدائي جريد 6، ولا متوسط او اعدادي جريد، الحمد لله جريد 9، او في الثانوي جريد 12 يتهيأ للجامعة. ف كده يعني نحن الآن بنديكم الجدول بالنسبة للـ XI1 أو الليفل، الكل 20000 هيتسجلوا بدفع 200 دولار. طبعا لما يجي شهر 8 ينتهي الموضوع، نهاية 8 هنخاطب كل واحد لازم يكمل المبلغ للمرحلة اللي هو عايز يروح لها. طبعا المرحلة الثانية هي 1800 دولار، يعني 2000 دولار يصير يشترك في 5 سنوات. بعد كده يعني لما تبدأ الخدمة، طبعا هنقفل إلى بداية السنة اللي هي 21، تعتبر تبدأ في السنة المالية في 1/7 2021.
يعني معانا سنة الآن وأكثر، معانا سنة وثلاثة شهور، سنة 21 تبدأ في 1/7 اللي هي رسميا، يعني الآن نحن بنأسس ونبدأ العمل، يعني تقريبا متوقعين نبدأ العمل من 1/9 إن شاء الله، بس ينتهي الكورونا يبدأ من أول مركز في مصر، يبدأ هيلب ديسك، ممكن دوام 4 ساعات، بعدين يعني الشهر الجاي يصير 8 ساعات وهكذا في 7 أيام. فهنا أو 6 أيام، ممكن يكون يوم جمعة مقفول. هنا يعني وضحنا، طبعا الشركة هذه شركة ما عندها دعاية ولا إعلان ولا تحتاج، ما نحتاج أي، حتى في اليوتيوب ما حيكون في دعايات على الفيديوهات، في مشاركة مع برامج عالمية مثل الواتساب والسكايبي وممكن اليوتيوب. المشاركة كيف؟ شراء أسهم، يعني مثلا لو عندي 20,000 تحقق ومتوقعين في أول سنة ب$1,000 أو 1,800 دولار، 2,000 دولار، يعني كلهم يعني خلي $1,000 هناك، $20,000، ف$10,000 تقريبا حتروح استثمار في الشركات مساهمة اللي نحن بنستخدمها. يعني هنا يصير ما فيش مصاريف، أو نصرف من هنا ويأتي أرباح من هنا، لأن البرامج اللي نعملها حتكون صالحة مو ل20,000، ل200,000 حتباع. يعني الكول سنتر هذا يصير يوصل انه يوصل 500 يخدم 200,000 مش يخدم 20، طبعا مخطط له في خلال سنة يوصل 500 سيدة اشتغلوا بس في الكول سنتر، في الرد على كأنهم هم يعني خدمات شؤون عاملين، ورد على الأسئلة والتسجيل وتوصيل الخدمة يعني كأنه أنت تحتاج أي خدمة ترفع الجوال تكلم ترسل رسالة صوتية على طول يجيك الرد، في حجز طبيب، في حجز مدرس، في الاختبارات، في أي حاجة، حتى في أشياء يعني إمرجنسي طوارئ، فما في تعطيل، ما في كذا، سهولة الخدمة، ما فيش تحميل على البرنامج، يعني ما في ملصقات، ما في فيديوهات، ما في ولا حاجة، كله ملفات صوتية، فحتكون يعني قليلة التكلفة. يعني ممكن أنت من $1,000 في السنة يكفيك النت، وحيكون عندك رقم من أمريكا وكذا، يعني كل المشتركين 20,000 أرقام من أمريكا، فيتواصلوا ببعض، يتصلوا ببعض، العوائل يتصلوا ببعض حقيقي، تلفون جوال يتصل بالتاني، يعني انت بتصرف $1,000 في مصاريف النت، هنا كله موجود، ما نحتاج نت، اتصال بالتلفون، اتصل بالكول سنتر، الكول سنتر يوصلك، احنا ما بنتكلم على النت، النت هذا يعني مثلا يوتيوب، ما يوتيوب اشياء، فيسبوك، هذا كله ما هو داخل معانا، انت بتشوف اليوتيوب بس مو نحنا، احنا نتواصل معاك بالواتساب، كمان نظام اترك رسالة ثم نكلمك برسالة ثم تكلمنا، زي الوكي توكي، زي يعني بدون مقاطعة، وهذا افضل شيء. طبعا حندخل في برامج كثيرة جدا، برامج التزويج، برامج العمليات الجراحية ما قبل، العناية ما قبل والعناية ما بعد، على أساس نوفر خدمة 3S 3H اللي هي هايجينيك، حتكون في غرف معدة بديل عن المستشفيات لفترة النقاهة بعد العملية، لأن معظم الإصابات أو فشل العمليات بسبب المكوت في غرف المستشفى الكاملة التلوث. وكده يعني نحن نوقف على كده، لأن نحن بنتكلم حيصير في كتاب برضو، هذا استثماري، يعني كتاب ممكن يكون من
أجزاء، يعني مش أقل من 1000 صفحة لبيان المجالات وكذا. وحيكون في رواية كمان، قصة الشركة دي والشراكات، وقصص كثيرة جدا تتضمنها نظرية نائب، وتتضمنها مقارنة إدارة الأموال، وكيف يتم الناس يقدروا يعيشوا، وتغير الصرف وكذا في الماضي وفي المستقبل. يعني احنا متوقعين في 2030 ان الجنيه هيعادل دولار، فلو ما كان في تهيؤ اي واحد ما يستفيد، يعني ما يختلف عليه، جنيهاته هي هي ودولاراته هي هي، ما يختلف ولا شيء. لكن لو في تهيؤ يقدر الانسان يستفيد، يعني يعمل برنامج ادخاري بحيث انه يكون يضاعف الاموال اللي عنده الان 10 اضعاف، فحنساعد في هذا الامر. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.